على شعار الوحدة بآمرها، وتخلونا بباب كل واحد من عندكم، كل واحد منكم يخلي بباله هذا الشعار نصب عينه، الوحدة بآمرها. إذا كان الأمر جيد الوحدة جيدة، وإذا لا سمح الله أمر مو بالمستوى المطلوب، احنا بالنسبة لنا راح نحكم على هاي الوحدة مستواها القتالي يدنى. لذلك كلكم انتم أمري الأفواج، أنا مبلغكم سابقا وأكد على الأمر، كل واحد بباب الفوج يكتب الوحدة بأمره. ليش؟ لأنه هو رمز الوحدة. إذا كان الأمر كفو وشجاع ونزيه ومتفاني ومخلص في أداء عمله، هذا الوحدة كلها راح تكون بمستوى المطلوب من عنده ومستوى المسؤولية، والعكس صحيح. فتنتبهون على هذا الموضوع، الوحدة بآمرها، الآمر يكون مثال لهم بكل شيء، بالتضحية، بالتعليم، بالتوجيه، بالضبط العسكري، بالالتزام بكل هاي الأشياء اللي موجودة. تتضافر جهود الآمرين راح يصبح اللواء مستوى عالي، وتتضافر جهود الألوية راح تصبح الفرقة بالمستوى العالي أيضا. لذلك يعني احنا نعتبر قائد الفرقة على الفرقة وآمر اللواء بحته هذول شخصين مهمين جدا في رفع القدرة القتالية والاستعداد القتالي الموجود.